الأحرار من الناس، نريدهم أن يأتوا ليقووا الشعب السوري. أمريكا أخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد، سمحت ببعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين، 60 مليون دولار أو نحو شيء من هذا، هذا شيء قليل جدا. وما لا، لماذا إسرائيل؟ أمريكا تخاف على إسرائيل إن الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا إلى إسرائيل. منين جبتم هذا الكلام؟ تخاف على إسرائيل من نسمات الهواء العليل، خطرات النسيم تدرح خديه ولمس الحرير يدني بنانه، هكذا تخاف أمريكا على إسرائيل؟ لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم. كان يجب على أمريكا أن تدافع، الشعب السوري يقتل بالجيش بالطائرات بالصواريخ، لماذا؟ نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرذولة، وقفة لله، وقفة للخير للحق مرة. نريد من المسلمين أن يكونوا